شو صبوحتي؟ بعدك نايمة؟ يلا أمي يلا، صارت الساعة 7:15، يلا قومي قومي. بس شوي أمي، بس شوي، 5 دقائق الله يوفقك. لك قومي قومي مشان تاكلي كم لقمة قبل ما تروحي على الجامعة. يلا ماما يلا. شوفي فقت فقت، خلص فقت. ما بصدق لتغسلي وشك. يلا يلا أمي يلا 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 أوان أمي قدام يلا. الو، صباح الخير ماما. اهلين. ايه فقت فقت حبيبتي فقت. ماشي الله معك، مع السلامة. ايه شو مقدر ومكتوب؟ كل عمرنا وحياتنا بدنا نفيق على صوت التليفون. اف يا منيح منا اللي عم تفيقنا كل يوم الصبح. يلا حبيبتي خلينا نقوم وفطر الاولاد ونشرب قهوة قبل ما انزل على الشغل. سبقني لاحقتك. ألو، كيفك يا خالي؟ برافو عليك برافو عليك، مزبوط. خالتك أم عادل شلونك؟ وشلون إخواتك؟ إيه الحمد لله الحمد لله. فيك تجي لعندي اليوم؟ لا مو مشان شامل، أنا بدي إياك ضروري. إيه بتشرف، أهلا وسهلا. الله معك. بابا ليش ما جبت لنا مرتديلا مبارح؟ رانيا ليش ما حطيتي مرتديلا؟ إن شاء الله هي اللي جبت لنا منها مبارح مو طيبة. يا رانيا الاولاد بدهم ياكلوا، انا رايح جيبها. لا تعذب حالك، كبيتها لسه امبارح جبتها، ما حلها تخرب. حبيبي قلت لك 100 مرة لا تجيب لنا مرتديلا من هي تبع العلب، ما منحبها، جيب لنا طلياني يا اخي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خلص خلص بابا، ما عندي مرتديلا. احسن. ليش وقفت؟ قعد حبيبي عود. هدول التياب إلك ولأخواتك. بس يا خالي مستورة والحمد لله. الله يرضى عليك، لا تفهمني غلط، أنا بعتبرك مثل ابني شامي، وبدي إياك تعتبرني مثل أمك الله يرحمك. سلم إيديك يا خالي. إيه طمني، شلون أخواتك؟ من الله مناح. وأبوك إن شاء الله عم يشتغل؟ أبي بعده مثل ما هو، بيطلع من البيت سكران وبيرجع سكران. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يهديه. المهم أنت عم تشتغل؟ على هالعرباية الحمد لله. إيه الحمد لله. شوفي عيوني، دير بالك على أخواتك، أنت الكبير ولازم تتحمل المسؤولية. يلا لأقوم فيق لك شامل. معلش خالي خليه نايم، بس يفيق خليه حاكيني. على عيني مثل ما بدك، بوس لي اخواتك الصغار الله يرضى عليك. صباح الخير امي. اهلين ماما فوتي. يلا على اذنكم. الله معك، بس يفيق شامل بخليه يحكي معك. امي انا ما قلت لك هاد بني ادم ما عاد يفوت لهون؟ طولي بالك لك امي طولي بالك، هو ما اجى لحاله، انا بعتت وراه. وليش بقى؟ اعطيته شويه تيار. امي هاد واحد شواري بده ينزعوا لابنك، وحياتك اذا شامل بده ينحرف رح يكون على ايده. اسالي عنه بالحاره،
كل العالم تعرف انه ابوه واحد سكرجي، وهو ما قاله شهرين طالع من سجن الاحداث. يا امي يا حبيبتي، اذا ابوه سكرجي وهو غلط، بس اخواته كتير صغار، حرام ما لهم ذنب. بعدين هو كمان صغير، بكره الحياه بتعلمه. بس يا ماما، هاد ابن شوارع، بكره بيعلم لك ابنك على السرقه. لا لا تخافي علي، انا بعرف شو عم اساوي. مثل ما بدك، تصطفلو. المهم انتي خبريني، شو بكي؟ والله كأنه بوشك في حكي. رائد امي. قل والله احد. شبو رائد؟ شبو؟ قولي. هلأ كنت عنده بالمدرسة، علاماته زفت، ما بعرف شو بيصير له هالولد. بالبيت بيجاوب عن كل الأسئلة وما أحلى، بس يروح على المدرسة بيسكر مخه، ما عاد يعرف يركب حرف على الثاني. الله وكيلك رح يجنني يا امي. إذا هيك بسيطة، والله وقعتي لي قلبي. لك شلون بسيطة ماما؟ كل شي عندك بسيطة؟ الولد إذا ضل هيك رح يرسب. شو يرسب وما يرسب؟ رائد يرسب؟ أنتي خليه يجي لعندي بعد المدرسة. لا تحاولي ماما، نطف لي قلبي. إنه يحكي شو صاير معه؟ عبس. أنتي بعتي لعندي وما عليك يا أمي. إيه، وشو قال لك كمان؟ قال لي لما بيشوفني، قال لي لما بيشوفني بصير صباحه حلو. وشو كمان؟ بس. وانتي شو قلتي له؟ ما قلت له شو، مشيت. جدبة، طول عمرك جدبة. من الواضح انه غرقان لشوشته. شو بدك احسن من هيك؟ قلتك يعني انا شو ساوي؟ عم بتلبك كتير لما بشوفه وما بعد بعرف احكي. يا جدبة، هذا يعني انه انتي كمان غرقانة. عن جد نيالك دكتور ومتخرج من فرنسا، لسه تازة، ايه شو بدك احسن من هيك؟ يعني انتي برأيك انه ممكن يحبني؟ بس انا خايفة، كل ما بشوفه بيوقع قلبي. يا مجنونة، هذا هو الحب. على العموم انا ما رح اتركك، رح ضل جنبي. ايه دخيلك زينة، لا تتركيني. وليش ما فيقتيني يا امي؟ الله يسامحك. قلت لحالي بس تفيق من نومك بتحكي. شامي خد لشو، شو عم تشتغل انت وسطو؟ صرتي 100 مرة سألتيني ومجاوبك انه عم ساعده على عرباية الفول. بعرف يا امي، والله بعرف، بس انا رأيي لو بتدور لك على شغلة تانية، شغلة تتعلم منها مصلحة. يا امي بتعرفيني بحب التجارة، والتجارة بدها راس مال. انا وسطوف متفقين عم نجمع مصاري، بركي الله بيفتحها بوشنا. يا حبيبي يا عيوني، سطوف مضطر يشتغل على عرباية الفول، بس انت مالك مضطر، قلي شو لازمك وانا جاهزة. ماما انا بحب ابني نفسي بنفسي، تركوني بحالي، كافيكم خيري شري. بعدين سطوف رفيقي وما رح اتركه. ومين قال لك تتركه؟ اساسا انا ما بيهون علي تتركه. خلاص عجبتك هالشغله ضل فيها، ساوي لك فطور. ايها هذا الحكي ام عادل لك، مش صباحك ما ألزه. الله يرضى عليك تامر، الله يرضى عليك. زينة لا تنسي تجيبي معك الملخص بكره. اوكي انتي بتأمري امر، لانه انا اليوم اللي بشوفك فيه صباحي بصير حلو. زينة بلا غلاظه. صباح صباح، ليكو جاي باتجاهنا، لا تطلعي، اعملي حالك ما معك خبر. انا رح اخلي جو بكره بتحكي لي شو بصير معك. يلا باي. زينة مرحبا. صباح. اهلا دكتور. انا عندي رغبه شوفك برات الكليه شوي، شو رايك نشرب فنجان قهوه مع بعض؟ شكرا دكتور، بس انا لازم اروح على البيت لانه ماما ما باخرك. ما باخرك نص ساعه بس، في كافتيريا قريبه من هون. تفضل تفضل. لا سطلي، انت راح تضلك مشسي هيك؟ شغله لهالمخ بقى، شغله. 100 مرة قلت لك لا تجي لعندي على البيت، لا بقى تجي لعندي على البيت. لك حكيت معك كنت نايم، بعدين امك حكيت معي وقالت لي اجي. امي غريبة، وشو كان بدها؟ ولا شيء، اول شيء خفت حدا يكون حاكي لها شيء، بس بعدين طلع الموضوع انه بدها تعطيني شوية ثياب الي ولاخواتي. اذا هيك مو مشكلة، يخرب بيتك، وقعت لي قلبي. بتعرف لك شامي، كل ما بشوفها لأمك هيك بحس حالي ولد صغير جاي على باله يبكي. ما بعرف شو بصير لي، بحس انه بدي اقول لك كل شيء. شو بدي اقول لك كل شيء؟ بدك تروحنا انت؟ لك لا، مو قول لي عن هذيك الشغلات، بس يعني ما بعرف كيف. هلا خلصني بلا عواطفك المقلوزه، شفت لنا شي ضربه؟ اي طبعا، لكن ليش حكيت معك الصباح؟ هذا الكلام هات لشوف. دائما الحس هو المعيار الاهم لعلاقتنا بالاخرين. صباح بصراحة أنا أول ما شفتك حسيت فيكي،
حاسس انك رح تكوني شيء كثير خاص بحياتي. يعني ما بعرف دكتور، بس شو يا صباح؟ لا ولا شيء، بس انا مو مصدقه دكتور. شو يعني شيء خاص؟ اول شيء اهلي ما سموني دكتور، انا اسمي وليد وبتمنى انك تناديني باسمي. حاضر دكتور، قصدي ما عم تطلع معي. ولا يهمك، بكره بتطلع لحالها. وتاني شيء عم تسأليني شو يعني شيء خاص؟ يعني لما بشوفك بالمدرج ما بعرف اعطي المحاضرة، واليوم اللي ما بشوفك فيه بحس الدنيا كلها طابقة فوق صدري. يا حذرك شو اسمه هاد؟ وينك صباح؟ تأخرت. مالها بالعادة. إن شاء الله خير. ماما، أم عادة وين متخبية على لك؟ تقبري قلبي، تقبري قلبي يا أحلى أم بالعالم. دخيلك دخيلك، لا تقولي لي تقبريني، ما بحب هالكلمة، ما بحبها ما بحبها. وأنا بحبك 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 بحبك. ماما، جعبالي اشتري لك كل ورد العالم وحطه تحت رجليكي. شو اسمه؟ مين هاد؟ بيع الورد. تقبريني؟ شو طابختي لنا؟ شكري. ماشي، أنا حروح بدل تيابي لأني ميتة من الجوع. تقبري قلبي. صباح كبرت يا أبو عادل، كبرت، واليوم رجعتني غصما عني لأول مرة شفتك فيها. يوميتها قلت لي يا الله شو بحب الشام، قمت أنا زعلت، فكرتك بدك تقلي قديش بتحبني. تصور غرت من الشام، بس بعد شوي ضحكت على حالي لأنك رفعت لي وشي بإيدك الحنونة وقلت لي ليش الشام زعلانة؟ آه يا أبو عادل، آه شو اشتقت لك. هلا هذا هو البيت؟ هذا هو، بيغسلوا الخميس بالليل. آه يا نمس على هاللقطة، تاريك مزهر. دكتور بيتك أبو الشمال. معناتها موعدنا الخميس بعد نص الليل، هلا أكيد صاحب البيت كل تيابه سينيه. احكي مع شروف مشان نصرف البضاعة دفعة واحدة مثل العادة. لا طول بالك، إذا كانت البضاعة كلها سينيه رح نبيعها بالقطعة مثلنا مثل غيرنا بسوق البالي، مو أحسن ما ياخذها الكلب شروف بتراب المصاري؟ اي والله. صباح الخير يا مو. أهلين عادل، أهلين. الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية، يسلموا هالديان. عم تتعب بالشغل ما هيك يا أمي؟ شو بدي ساوي يا مو، هيك مقدر علي، شقة وتعب طول النهار. اي والله بلا لك هالشغلة التانية، إن اللي جسدك عليك حقا. أنا اللي تعبني يا مو مو الشغل، يا ريت كل التعب مثل تعب الشغل، بس اللي مجنني إني ما عم بحسن ضب مصاري. اصلا انا اشتغلت شغل تاني لحتى ضب لي قرشين واشتري بيت، حاجه قاعدين بالاجار يا امو، والله عيب تخنت، بس ما في نتيجه. الحبس ما في نتيجه. معلش لك امي، معلش، الله بيفرجها. لا تيأس من حكمه ربك، والصبر مفتاح الفرج. مو يأس يا امو، والله مو يأس، بس عم حس حالي عاجز، عم حس بالعجز، عم دور مثل التور وعلى الفاضي. قولي علي، ايه احكي، احكي يا عيون امك، احكي لك، احكي وفش قلبك.
أنا أصلاً جاي لحتى أحكي. أنا اللي عم يخليني أفقد صبري إنه وين عم بتروح هالمصاري؟ عم دخل على بيتي كل شهر أكثر من 30,000 ليرة. وبصراحة رانيا ما عم تساعدني بضب المصروف. إيه يا مو، طول بالك عليها، طول بالك، لساتها صغيرة، بكرة بتتعلم. الحياة كفيلة تعلمها، بس أنت صبور وخليك مثل ما بعرفك. الله يديمك فوق راسنا، الله يخلينا ياكي يا رب. أنا لو ما بفش قلبي كل فترة وفترة عندك كنت خلصت من زمان. يا عيون أمك. يلا حبيبي، هاي وصلتك لقدام باب المدرسة. يلا فوت يا بطل. ماما بدي خليني أروح معك. الله يوفقك. رائد حبيبي، ما بيصير، أطفال حلوين لازم يروحوا على المدرسة، وأنت ما في أحلى منك بالعالم. ماما أنا ما نحلو وما بديرو. حذر لوين بدي أخذك بكرة. لوين؟ لعند تيتي أم عادة، عاملت لك أكلات كتير طيبة، بدها تاخذك مع مشوار، بس أول شي لازم تفوت على المدرسة مثل الشطورين. يلا. وشو عملت لي أكلات؟ بس الروح بتعرف. يلا حبيبي أنا تأخرت على دوامي. يلا يا روح. يلا يلا حبيبي يلا. تحكي للحبايب شو بين لي يا طير يا طير، روح اسألوا نعلي وليفوا مسمعوا مجروح بجرح. ألو، يسعد أوقاتك. الحمد لله، مشتاقة كتير. ماشي دكتور؟ ماشي وليد، ماشي. بكرة بعد المحاضرة الظهر. ماشي، الله معك. ايه ماما بخير؟ لا الحمد لله الحمد لله. تسلميلي يا رب، تسلميلي يا ماما، تسلميلي. ايه اوكي، موجودة موجودة. رانيا ماما بدها تحكي معك. شو بدها؟ الو. اهلين مرت عمي. منيحة الحمد لله. ببوسوا ايدك. بكرة؟ لا فاضية ما عندي شيء. اهلا وسهلا. اي الساعة 4. اهلا وسهلا مرت عمي، بتشرفي بتآنسي. الله معك. شو بدها هي الثانية هلا؟ اي والله مو وقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكفينا شر هالمنى. Thank you.
تزعلوا، خجلوا على حالكم، هذا موبايل واحد متجوز، ما بصير تجوزوا الناس نص الليل. مين روز؟ عم بيعكسوك حبيبي. شو الرقم؟ ما في رقم. طيب اقفل الموبايل وخلينا ننام، انا نسيت اقفله. نامي نامي حبيبتي نامي. عادل؟ نمت؟ عم نام، في شي؟ ايه في شي، بدي اعرف امك ليش تشوفني على انفراد؟ على انفراد؟ بخصوص شو؟ ما بعرف، شو بعرفني؟ حبيبتي بيكون بدها منك شي شغلة. مثل شو مثلا؟ ما بعرف. يعني مو داير بينك وبينها شي حديث هيك بهالخصوص؟ ابدا. بعدين انت ليش قلقانة؟ ماني قلقانة ولا شي، عم بستفسر. يا خبر اليوم بمصاري بكرة ببلاش. نامي نامي حبيبتي تصبحي. معقولة يا شامي؟ معقولة هالعملة؟ لك انا بفديكم بروحي، بالاخير بتطلعوا حراميه اواعي؟ لك شو بدي اقول للمرحوم ابوك لما الله يفتكرني برحمته؟ وانت يا سطوف، انت ما بتعرف انه امك عم تتعذب هلا؟ ما بكفي ابوك عذبها طول حياتها وعيشها بجحيم، كمان انت بدك تعذبها بقبرها؟ والله يا خالي الحاجه بتعمي القلب. الحاجه؟ الحاجه لشو؟ للمصاري؟ الحق معك، يمكن المصاري بتعمي القلب، بس قلب يلي ما بيحس بغيره. لكن حاجتنا للناس وحاجة الناس إلنا هي يلي بتفتح قلبنا. إخواتك ما نوم بحاجة للمصاري الحرام، بحاجة إلك لتحضنهم، لتوقف معهم، لتحن عليهم، لتورجيهم الأمل بهالدنيا. بحاجة لإيديك، بحاجة لحنانك، لأنه أنت الأخ الكبير. ترجاكي يا أمي سامين. مو هلأ، يمكن بعدين. خليك سطوف، لا تروح، تتعشوا وبتناموا وبكرة منشوف. نعم، مين حضرتكم؟ مرحبا. اهلا وسهلا، انا ام عادل وهذا ابني شامل ورفيقه سطوف. اهلا وسهلا. طيب يا خالتي ام عادل، بشو بقدر ساعدكم من وجه الصبح؟ والله بتسايرنا وبتساعدنا بكرم اخلاقك، بتقلنا تفضلوا اشربوا فنجان قهوه. بس يا خالي. يا ابني الله يرضى عليك، انا ماني شحاده، انا في عندي شيء بقلبي بدي اقوله، وفي شيء بدنا نسلمه لاصحابه. تفضل يا خالي تفضل. تعال تفضل. لك هالهريسه خصوصي خصوصي مشانك، وشوف شو كدرت لها فستق حلبي. تعرف ليش؟ لانك بتحبيني صح؟ طبعا بحبك، بس مو هذا هو الجواب. يعني رحت على المدرسه؟ كمان مو هذا هو الجواب. عجزت؟ ايه عجزت. يا سيدي ما اللي انت بدي اياك تحكي لي حكايه. انا بدي احكي لك حكايه. اما انت؟ لك يا تيتي انا طول عمري بحكي لك حكايه، اليوم دورك. موافق. طالما موافق كلك هيك قطعة كبيرة مشان تعرف تحكي. يلا تيتي. وليد أنا خايفة ينتبهوا علينا.
مين هدول؟ الطلاب اللي بالجامعة. أنا خايفة يطلع علينا حكي. حكي؟ هي أنتي قلتيها. حكي يعني سرسرة، والسرسرة ما إلها معنى. بعدين نحن ما عم نعمل شي غلط. صباح، في أحلى من الحب؟ شو نهاية هذا الحب؟ هلأ بلشتي تفكري مثل أي بنت تقليدية، وهذا خطير يا صباح. ما عم بفهم عليك، شلون يعني؟ يعني ما لازم نضل عايشين بعقول القرون الوسطى. الحب المعاصر بده قلب معاصر. شلون يعني قلب معاصر؟ يعني فري، سوبر فري. نحن ما لازم يكون عنا أي مشكلة طالما عم نستمتع بالحب. يعني مو لازم نخطط للمستقبل؟ مستقبل؟ صحيح إنك بعدك غرة بالحياة وقلبك أبيض مثل التلج. بعدين شو هذا المستقبل؟ شو هو المستقبل؟ المستقبل يعني الأيام الجاية، يعني المجهول. تعرفي صباح، مشكلة شعوبنا إنه بتخاف من المستقبل لأنه بتخاف من المجهول. شو يعني المستقبل؟ كلمة ما إلها معنى لأنها ما إلها وجود. الموجود الوحيد هو هلأ أنا وإنتي، والمهم إنه نفكر ببعضنا أنا وإنتي هلأ، لا نفكر بمبارح ولا نفكر ببكرة. إيه وبعدين يا تيتي؟ وبعدين يا تيتي إجا الوحش وقال له ليش مالك حافظ درسك؟ وشو قال له الصبي؟ ما قال له شي، مع إنه الصبي كان حافظ درسه بس خاف من الوحش وما قال له شي. ولي على قامته هالوحش، ولي على قامته، بيخوف. إيه يا تيتي بيخوف. بيخوف. صباح، شو رأيك نطلع نرتاح شوي؟ وين؟ في بيت واحد من أصحابي، هو مسافر وتارك البيت بعهدتي. أنا بالعادة بطلع برتاح فيه شوي، فشو رأيك نطلع وهنيك بناخد راحتنا بالحكي أكتر؟ لا وليد، لازم روح هالبيت لأنه ماما بتكون عم تستناني، ما بقدر. ما بأخرك، نص ساعة بس. لا لا عن جد غير مرة، أنا لازم روح، شوفك بكرة. أنا بعرف كيف بتفكري فيني وبعرف مشاعرك تجاهي، ورغم كل هالشي ما بحملك إلا الحب. تعرفي ليش؟ سأليني ليش؟ ليش؟ مو لأنك مرت ابني عادل، ولا لأنك أم يارا ويعرب، لأني بشم فيك ريحة شبابي، ريحة الغوطة وبردة وشجر الجانرك والمشمش وحقول القمح، وشايفة بقلبي إنه ابني ما بيرتاح إلا معك. صحيح بتختلفوا أحياناً، بس لو ما كنتي بتحبيه ما كان فتح قلبه للحياة وما كنت هلأ عم بحكي معك. بس يا مرت عمي أنا ما بكرهك، صدقيني. أنا متأكدة إنه قلبك ما بيعرف الكره، بس أنتي أكيد بتتضايقي من تصرفاتي، مو هيك؟ هلأ أنا ما بحب حدا يتدخل بحياتي بصراحة، هاي هي كل القصة، ما تزعلي مني مرت عمي. يا عيون مرت عمك، والله مالي زعلانة منك، وخلص ما بقى أتدخل بحياتك، بس خلينا هلأ هيك يعني نحكي بقلب مفتوح. طيب ليش كبيتي ربطة الخبز مبارح؟ رجعنا لنفس القصة. أنت وعدتيني نحكي بقلب مفتوح. ماشي يا ستي، حاضر، لأني ما بحب الخبز البايت. طيب ليش ما عملتيهم فتوش؟ الفتوش بده خبز بايت، والولاد كتير بيحبوا الفتوش. مرت عمي ما عم افهم عليكي، مشان 20 ليرة يعني؟ لا، مشان رغيف الخبز. كمان ما عم افهم. ابوكي شو بيشتغل؟ شو قصدك بهالسؤال مرت عمي؟ يعني ليش عم تسأليني اياه وانت بتعرفي شو بيشتغل ابي؟ منشان تهتيني بدك تفهميني انه ابي بيشتغل فلاح بالغوطة وانا منزحة؟ لا والله ما هيك قصدي، بدي اقول انه رغيف الخبز يلي كبيتيه مبارح يمكن يكون فيه ريحة عرق ايدين ابوكي، وهذا ما بينقال قديش حقه لانه ما بيتمن بمصاري. معك حق، بس صدقيني انا مو قصدي هالقميص الاحمر الحلو يلي انتي لابستي، قديش اشتغلوا فيه لحتى وصل لعندك؟ يلي زرع القطن، ويلي حصد، ويلي حلاج، ويلي نساج، ويلي خيط، ويلي ركب الزرار،
مظبوط، يعني كل هدول اشتغلوا مشانك. معقولة انت ما تشتغلي مشان بيتك وجوزك وولادك؟ يا مرت ابني، إذا ما حسينا بعرق الناس ما منعرف قيمة عرقنا. ماما، شامل ليش صار له يومين مسكر على حاله الباب؟ ما في شيء، قال زعلان على رفيقه لأنه عم يمر بأزمة، وليدات بيحبوا بعضهم وبيزعلوا على زعل بعضهم. إيه ماما، ما بصير هيك، والله زودها كتير. خلص انت روحي على الجامعة، هلأ أنا بحاكي. طيب ماشي، بدك شي مني؟ إيه، بدي إياكي ما تتأخري الظهر، عاوزتك ضروري. شوفي، بدي أحكي معي، صار لي زمان ما فتحت لك قلبي. تقبري قلبي إذا بدك، ما بروح، ضل قاعدة معك. لا حول ولا قوة إلا بالله، قلت لك حاجة تقولي تقبري قلبي؟ روحي الظهر بحكي معك. يلا حاضر، خلص آخر محاضرة وطيران لعندك. يلا الله معك. دايلي الله يرضى عليك ويوفقك. ما قلتي لي رنوش شو كان بدها منك ماما مبارح؟ أبدا حبيبي، كانت مشتاقة لي وحابة تقعد معي شوي. يعني بس هيك؟ ايه بس هيك، حكينا شوية حكي النسوان. يعني وما بصير اعرفه لحكي النسوان هاد؟ طبعا لا ما بصير حبيبي، لانه ما بيخصك. شوفك دكتور وليد، مبسوط؟ صباح، طالما معنا شوية وقت كنت عم بقول لحالي إذا بطلع أنا وياكي لبيت رفيقي، حابب نقعد لحالنا شوي. ليش نحن هون مو لحالنا؟ مزبوط نحن قاعدين لحالنا، بس بتعرفي بالبيت الواحد بياخد راحته بالحكي أكتر، وبصراحة أنا ما بحب الأماكن العامة كتير وما باخد راحتي فيها. ما بعرف، مالي حابة روح لعند هذا بيت رفيقك. وليش بقى؟ ليش انتي مو واثقة فيني؟ لا ما هيك قصدي، بس بصراحة حاسة حالي ما رح كون مرتاحة. أنا كمان إذا ضليت هون ما رح كون مرتاح، في جزء كبير من المشاعر ما بيتحرر إلا بعيدا عن الناس. زعلت؟ مو هيك القصة، بس أنا بهي الأماكن بحس حالي مستباح، مشاعري مو ملكي. انتي عم تفهميني صباح؟ عم بفهمك، بس اعطيني شوية وقت مشان روح معك وانا مرتاحة. امرك مثل ما بدك. استاذ وليد، مرحبا. أهلين، مين حضرتك؟ أنا أم، وعندي مشكلة بدي إياك تحلي لي إياها. عفواً يا خالتي، أنا ما بشتغل بجمعية رعاية الأسرة وما بظن إني بقدر أخدمك بشي. وقف، أنا ما بدي خدمة منك، بالعكس أنا جاية لحتى أنصحك. أنت شاب متجوز ومتعلم ومربي أجيال. انت ليش عم تحكي معي بهالطريقة؟ بعدين انت منين بتعرفيني؟ للأسف الشديد ما بيشرفني اني اعرفك، اسمعني منيح. انا ام، واذا امك ما عرفت تربيك وشهادتك ما عرفت تهذب اخلاقك، اضافيري هدول يربوك بطريقة ما بتنساها ابدا. بقى بعد عن ضلالي احسن لك. عن اذنك. Thank you.
يا خالي. الأنسة سامية موجودة؟ إيه أنا سامية، تفضلي. بس يا خالي أنا مو هيك قصدي، أنا كتير بحبه لرائد، هو بيعرف منيح قديش أنا بحبه. أنا بعرف إنه مو بقصدك، وبعرف إنك بتحبيه لرائد، بس عصبيتك بالصف ما لا منيحة، عم بتخوف الأولاد. يا خالي أحياناً أعصابي بتفلت مني وما عم بقدر سيطر عليها، بس هذا شيء طبيعي. أرجوك تسيطري على أعصابك مع الطلاب، ولا تخلي مشاغل الحياة وهمومها تأثر على مهنتك. أنتي أم، لذلك الأولاد ما لازم يخافوا منك، مفروض تكوني أنتي إلهم أم تاني لحتى ما يكرهوا المدرسة. الله وكيلك يا خالي، عم برجع من المدرسة لشغل البيت لهم الأولاد، حتى أولادي ما عم بقدر شوفهم مثل العالم والخلق، وأحياناً عم حس إنه ما في ولا مساحة خضرة بقلبي. أنا ما كنت هيك، صدقيني والله ما كنت هيك، بس ظروف الحياة هي اللي عم تخلينا نصير هيك. الحياة كتير قاسية. معليش يا حبيبتي، معليش يا بنتي، الظاهر نحن كلنا بحاجة بين فترة وفترة لحدا يسألنا شبكن مشان نفتح قلوبنا وننسى هموم الحياة. أنا بدي أقول لك شكرا، شكرا من كل قلبي. بدي أحكي بس خايفة ما تفهميني، وعديني إنك تسمعيني منيح. ماما شوفي عم تخوفيني. لا ما تخافي، ما في شي، بس إذا سمعتيني منيح بتريحيني، بتخليني أحس إنه أنا مو لحالي بهالدنيا، أنا بحاجة لقلبك يسمعني. عم تفهميني يا أمي؟ ماما أنا عم بسمعك بقلبي وبعقلي بكل جوارحي. أنتي بتعرفي إمتى الأمل بيكون له معنى؟ لما منحط رجلنا بأول متر بالحقول المحروقة والأرض اليابسة، لما منكتشف إنه الصحراء عم تسكن بقلوب يلي منحبهم، ساعتها بيصير الأمل بيقدر يسكن بقلوبنا، وساعتها كمان مصير منشوف الحياة صح. ماما ليش هيك عم تحكي؟ صدقيني يا أمي، الأمل ما بيسكن بالقلوب الخاوية ولا الخاملة، ولما قلوبنا بتتجرح بصير أكثر بتعرف الحب، والأمل بيرجع يضوي دروبنا. ماما أنا عم حس بكلامك بس ما عم بفهم. المهم عم تحسي فيه. واليوم المساء رح روح أنا وياكي سوا مشوار بساعدة رح تفهم. ماما يا معادل وينك يا حلو؟ باركي لي امي، باركي لي. شو امي؟ لقيت شغل بالمنطقة الصناعية ورح يعطيني جمعية 1000 ليرة. روح الله يرضى عليك، فرحت لي قلبي. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. روح يا امي روح. ماما يعني ما حد قال لي لوين جايين؟ هلا بتعرفي. دكتور هون؟ مين حبيبتي روز؟ شو اسمها شيرين؟
شو بها صباح؟ أمي مشان الله شوفي. أمي ردي علي شو بها؟ ما في شيء. أختك بحاجة تبكي لحالها مشان تصفي قلبها. زعلانة لأنه وردة البيت تجرحت. صباحي أبو عادل جرحت، ياسمينتي جرحت، شامل غلط. صحيح رجع عن غلطه بس غلط. ليش؟ الحق علي؟ ما بعرف. عادل تعبان وتعبان 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 وبيشتغل وبيشتغل ما عم بيلحق، بده بيت. أولادي مو مبسوطين، سماح خايفة على رائد، وأنا يا أبو عادل تعبت، تعبت كتير تعبت ومشتقت لك وتعبت، بدي أجي لعندك. ما خلصت المسؤولية، وطيوري ما لهم جناحات قوية. تعبت يا أبو عادل، تعبت.